ما على الهاتف ابنة الفنان الهارب إلى تركيا محمد شومان، لوجين محمد شومان. أهلا بيك يا لوجين. الحمد لله، زي حضرتك. الله يخليك يا حبيبتي. أنت عندك كم سنة يا لوجين؟ 22 سنة. ربنا أنت في كلية إيه؟ خلصت جامعة؟ لا، رابعة صيدلة، جامعة القاهرة. دكتورة لوجين، يعني ربنا يوفقك يا رب يا دكتورة. يا رب. قولي لي يا لوجين، أنا آسف جدا والله وأنا مقدر الوضع اللي أنت فيه، قولي لي ردك إيه على هذا الكلام اللي قاله الوالد في صفحته من تركيا؟ الكلام، البيان اللي أصدره امبارح، صح كده؟ أيوه يا حبيبي. طيب، يعني هو ردي الوحيد إنه محدش فينا طلب منه التدخل إطلاقا، وإحنا عارفين إن هو ده مجرد إجراءات أمنية من البلد، وعارفين إن هو أكيد لما يتحققوا إنه ملهوش أي علاقة تماما، أخويا هيطلع إن شاء الله. بس في نفس الوقت إحنا محتاجين دعم الدولة في إننا نتبرأ منه في كل حاجة، لأن ده يعني أكتر شبح يعني ورانا من أول كل حاجة، يعني حاجة إحنا عايشين فيها بقالنا كتير وبنحاول إن إحنا نواجهها لوحدنا، بس خلاص يعني it's getting out of control، يعني ما بقاش الموضوع بإيدينا، بقى في ناس بتتأذي ملهاش ذنب في أي حاجة بسببه. فإحنا كل اللي طالبينه، مش طالبين أي حاجة في الدنيا فعلا غير إنه يقفوا جنبنا إن إحنا نتبرأ منه. أنت عندك أخوات إيه يا لجين؟ عندك أخوات إيه يا لجين؟ عندي أخت أكبر مني بسنتين، وأحمد أخويا من أبويا بس مش من أمي، بس علاقتنا أكبر بكتير من أي حد ممكن يتفهمها. يعني هو الوالد كان متزوج اتنين، والدتك وأم أخوك أحمد. كان سابقا أم أخويا، بعدين اتجوز أمي بعد طلاقه من أم أخويا بكتير، وبعدين انفصل عن أمي وهو مسافر من غير أصلا علمنا. يعني طب لجينا لما جه يسافر ما خدش رايكم وقال لكم تيجوا معايا ونسافر كلنا ونهاجر كلنا؟ هو بص، اي حاجه هقولها محدش هيصدقها لانه هي فعلا قصه تتكتب يعني، بس كل كلمه بقولها هي بجد صدق. هو احنا ما بنعرفش عنه اي حاجه بقالنا 5 سنين، وكل خبر بيوصلنا من ناس انه ايه ده باباكو تقريبا هنا، ايه ده باباكو تقريبا بيعمل كذا. حقيقي انا قربت انسى اسمه، قربت انسى شكله، قربت انسى صوته. فحقيقي اي سؤال عنه انا مش هعرف اجاوب عليه. مفيش فلوس بيبعتها لجين، ولا بيساعد ولا بيسال عليكم ولا بنات؟ حقيقي حقيقي احنا قطعنا كل صلتنا بيه من 5 سنين. يعني هو يعني حقيقي انا مش عارفه، انا متخيله ان ده هيبقى بالنسبه لك حاجه مش هتفهمها او مش هتصدقها، بس حقيقي انا بقول لك الحقيقه. يعني كل حد يعرفنا يعرف ان احنا تماما مستقلين عنه، تماما 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 لأبعد الحدود. حقيقي حقيقي احنا بدأنا كل حاجة لوحدنا من الصفر. اليوم اللي احنا سبنا فيه بدأنا كل حاجة من الصفر حرفيا. ف يعني ده مش سهل عليا. يعني انا امبارح سمعت الفيديو بتاعك وتأثرت، انا كأب جدا بيه. انا مقدر يا بنتي الوضع اللي انت فيه، والله مقدر كأب بكلمك، وعارف الضغط النفسي وعارف الكلام ده كله، لكن انا سمعت كلامك بتقولي احنا عايزين نشيل اسم من على البطاقه، حد يساعدنا. انا حاسك موجوعه عشان ده بعد صبر كتير قوي، يعني مش ابسط حاجه في الدنيا بتربيتي وبالبيت اللي انا طلعت فيه ان انا اطلع اقول كلام زي ده، وان انا اطلع اتكلم عن بابايا قدام العالم والناس اللي فعلا الناس تتعدى على الصوابع يعرفوا ان ده بابايا. فما كانتش اسهل حاجه في الدنيا، بس ما كانش قدامي اي 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 اسلوب تاني. يعني حقيقي اي نقد او اي حاجه، هو الموضوع مش موضوع نقد ولا موضوع نقاش، الموضوع اكبر من توجه سياسي ولا راي ايه ولا اي حاجه في الدنيا ولا كل النقد اللي بيجي ده. هو الموضوع اكبر بكتير يا جماعه، الموضوع اسره، والموضوع حاجات كتير قوي بنحارب عشانها بقالها كتير، فتتهد في ثانيه عشان حد ما بيفكرش صح. يعني انا اهم حاجه عندي في الدنيا اسرتي اللي احنا حاربنا كتير قوي عشان تفضل كده. فانا مش طالبه اي حاجه غير ان انا اتخلص باي حاجه ليها علاقه بيه في حياتي، ودي حاجه انا عملتها من 5 سنين، بس كل اللي باقي لي منه اسمه، وحتى ده برضو بيأذيني. ف بس لجين انا مش قادر اتكلم، مش قادر اقول لك حاجه، انا بكلمك كأب وانا يعني قلبي معاكي وبدعي لك انت واخواتك، انت واختك واخوكي، ان ربنا يعني يكرمكم ويعوضكم خير. وانا اسف يا بنتي والله، انا اسف والله، عارف الموقف اللي انت فيه،
يعني ربنا يكرمك وربنا يعوضك خير، مش لاقي كلام اقوله. لكن لا حول ولا قوه الا بالله. لوجين، انت عايزه تقولي حاجه، ترسلي له رساله عبر البرنامج، انا معاكي. هو عارف كل حاجة، هو عارف كل حاجة، هو فاهم، هو أنا عارفة إن هو يعني هو وصلنا لكل ده، فما أعتقدش في أي كلام هيوصف اللي إحنا فيه ده. يعني الرسالة وصلت، ودي كانت أهم حاجة بالنسبة لي، إن الرسالة توصل. بس انت متوقعه وانت عارفه شخصيته، متوقعه انه هيفهم الرساله وتوصله؟ هو بص، بابا غير متوقع بالمرة، فأنا مش عايزة أحط أي توقعات خالص، عشان هو سقفه بيعلى، فأنا مش هحط أي توقعات. بس أنا عارفة إن أنا عملت اللي كان لازم أعمله، فما فيش حاجة at this time being يعني هتخليني أحس بندم أو حاجة. وهو وصل له خلاص الرسالة، مش مهم مش مهم الأكشن بتاعه بعد كده هيبقى عامل إزاي، بس أهم حاجة إن الرسالة وصلت. أنا بشكرك جدا يا دكتورة لوجاي، وربنا يا بنتي يعوضكم خير.